ده مشاهدين اسانسير حجمه قد ايه؟ تعالي تعالي اتفضلي اهو، تعالوا بقى. انتوا متخيلين اسانسير باب اسانسير احنا فيه ده؟ ادي الاسانسير اهو، وريني كده بقى. تعالى ده الاسانسير اهو. انت لقيت بنتك فين بقى؟ فين؟ وعين انا بدمها المدرسة. هل لو وقع من هنا كده هتوقع كده يجرى لها حاجة؟ عمري لو وقعت كده لقيت هنا ما يجرالهاش حاجة. عطلان، بصوا ادي المنظر اهو. تقولي كده يا عم احمد؟ كده عم احمد نزل، يعني عيله لو نطت من هنا عادي، اتحدفت من هنا مفيش اي حاجه، مش هيجرى لها حاجه. تعالى يا عم احمد عشان الاسانسير ده. احنا نطلع بقى التالت فين؟ اما جم الشباب يفسخوا الباب، يعني ما كانوش عارفين قبل ما يفسخوا الباب، كانوا عمالين يطلبوا الاسانسير، هو كان واقف عندي في الرابع فوقفوه في التاني. ايوه وقفوه في التاني، وقفوه في التاني، واقف هو يعني نزل من الرابع وقف التاني، اما جم فسخوا الباب فضل واقف على التاني. هما اللي شدوا الباب ده؟ إيه عملوه بعتله، فسخوه بعتله. ان بصي مفتاح الامان ده اللي هنا، المفروض اللي هنا مش معانا، مش مع حد في العماره كلها خالص، مش مع اي حد. احنا ما نعرفش مع مين. ما كانش مع حد في العماره. طب فين الدور التالت بقى؟ اتفضلوا وروني كده. تعالوا بقى اوريكم ايه الدور التالت. دي البيبان اهي كلها سليمه. بصي متقفله ازاي يا استاذه نهى. بصي البيبان هنا، شوفي البيبان هنا عامله ازاي، مقفوله اهي. تعالى حضرتك بقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللي جاي ده التالت. ده التاني. تاني برضو مش هنلاقي في حاجه جوه. بصي برضو الباب مقفول ازاي؟ لا وريها الباب مقفول ازاي؟ بصي مش اي حاجة. الباب سليم. شو بقى عامل زي الاسانسير ده جديد. جديد عمارة جديدة. لسه جديدة. بصي يا استاذة نهاية. دي الفتحة اللي بيقولوا وقعت بنتي. دي الفتحة اللي بيقولوا وقعت بنتي. بصي يا استاذة نهاية، بصي يا استاذة نهى، شوفي رجليا، شايفة رجليا دي اللي بيقولوا وقعت بنتي دي. هو ده الاسانسير. احنا يا عم احمد كده تعالى معايا نام في الاسانسير ده. ادخل كده معايا يا عم احمد. استنى عايز اوريك ايه ده. انا عايز الساده المشاهدين يقولوا لي الاسانسير مقفول اهو يا استاذة نهى. عايزة أقول حاجة، إن بنتك عارفة إن هي ما تقفش هنا. لا بنتك عارفة إن هي تدخل جوه وتقف. أيوة. مش عارفة. أنا مش عارفة. بصي أنا دخلت من الباب أهو، عملت الشفرة. بصي أنا واقفة فين؟ مش هاجي جنبها. مش هاجي جنب العتبة أهو، مش هاجي جنبها. ده مكان الشفرة. إزاي؟ أيوة هي دي مكان الشفرة. أنا دلوقتي واقفة أهو، لو هقف بظهري ومش شايفة الباب. احط ايدي اهو الشفره واقفه، مش جايه جنب العتبه اصلا. طيب انت سمعتي ان الاسانسير كان مطلوب في التالت؟ ووقف ببنتك في التالت. بصي اصلا الاسانسير فين وباب الشقه فين؟ بصي ثواني بقى. الاسانسير فين وباب الشقه فين؟ طيب وريني بقى التالت كده معلش. انت قلتي لي اللي هي كانت في التالت وقف. ايوه. وكان وطلع لك تاني الرابع، انت بصيتي عليه كان فاضي. ايوه هو اتطلب في التاني عشان الشباب ما كانوش عارفين. دقايق ولقيتي بنتك. لقيت بنتي في تحت. طب يلا بقى. ايدي الدور التالت. احنا شفنا الاسانسير. ايدي الدور التالت. انا عايزة بس السادة المشاهدين يشوفوا. ده التالت. هو مسوح بايه بقى ده؟ ده كانك انت غسلان ميه اهوت والتراب مجير اهو.
ايوه بصي، لو بنتي دلوقتي العنكبوت اهو، بنتي المفروض تمسح ده فين؟ حضرتك شفتي هدومها لو هي واقعه من دورهم لبعضه المفروض ازاي؟ لا انا المفروض ان انا اشوفها فين؟ الشباك اتفتح. بصي الباب، ده عندي في الشقه جوه، ده باب الشقه، ده عندي باب، ده باب اوضه، ده باب اوضه في الشقه برضه، ده تبع الشقه. ده باب الشقه بقى اللي هو ده عندي في الصاله جوه. هنا جودي نادت عليا وسمعت الدب. شفت بيقول لي بصي على فلق الاسانسير. شايفه البيبان كلها عامله ازاي؟ شايفه ده ليه؟ وده ايه؟ ممكن تفسيرهم في التحقيقات ده ليه؟ مش عارف. طب الخبراء قالوا ايه؟ مش عارفين يقولك ازاي ده يتعمل عندك كده برضو؟ لا وريني كده. ايوه زي بقى الادوار. بصي بقى هنا مكان البيبه مفيش اللي انت شفتيه. ولا في اي دور؟ مستحيل لازم تفتحي دي عشان ده يفتح. باباها كسر دي بقى تحت عشان يشوف بنته. دي حته البلاستيك اللي احنا شفناها تحت. شرعه عشان يبص على بنته. بص على بنته. اجيب ابص ميتها غرقانه في دمها. ربنا يديها من الظلم. حرام ما مرضيش حد. مش حد. دي ده الدور اللي انا قاعده فيه. انتوا عارفين بعض؟ كلنا عارفين بعض. بس مش مرتبط بحد. يعني سامعين بعض. جيرانه عارفين بعض، ناس جنب بعض، كل واحد في حاله. مالناش دعوه بحد. في خناقات بقى واتخانقت مع حد؟ مالناش دعوه باي حد والله العظيم. انه خلص شغل العصر. حد ماسك في خناقك ولا ماسك في خناق مراتك؟ لا والله العظيم.